الحمد لله، يعني حاليا أنا في قمة السعادة، يعني شعور لا يوصف. أتشرف بزيارة سيدي الوالي إلى منزلي، طبعا كان تشجيع كبير منه. نحن هنا في بيت التلميذة من أجل تهنئة التلميذة أولا، تهنئة عائلة التلميذة، تهنئة الأسرة التربوية بدءا من مدير وإطارات مدير التربية ومدير وأساتذة وإطارات المتوسطة متوسطة محمد عزوز. هذا المجهود يرجع للجميع، أولا الأولياء الوالد والأم اللي سهروا يعني وثمرت على التربية نتاعهم جابت نتيجة، وأي نتيجة؟ يعني أول مرتبة وطنيين، وهذه الأولى على مستوى ولاية الأغواط.